الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبالنسبة لآداب العيد، أولها أن يغتسل الإنسان لهذا اليوم المبارك، وأن يتجمل وأن يتزين بحسب قدرته واستطاعته. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على وجبة السحر في هذا اليوم، فمن السنة النبوية أن الإنسان يتسحر في هذاك اليوم المبارك، في هذه الليلة الطيبة، ويغتسل ويتطيب ويتجمل بحسب قدرته واستطاعته كما ذكرت، ويخرج لصلاة العيد ذاكرا مكبرا مهللا، ويسن له أن يذهب من طريق ويعود من أخرى. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد علينا شهر رمضان ونحن في عافية في ديننا ودنيانا. وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.